السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة على قناة حلويات ليلى سعيدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله بصحة جيدة. عواشركم مبروكة. واليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حنشة باللوز على شكل اصابع بطريقة سهلة ومبسطة. واللي اول مرة كتدخل القناة ما تنساش دير ابوني وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله. نبداو دابا بالمقادير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. كنحتاج هنايا 500 غرام ديال اللوز، 250 غرام دهنتها بشويه الزيت ودوزتها في الفران حتى رجعت بحال هذا اللون هذا، و250 غرام خليتها هكا بيضه غير مسحتها شويه بواحد الزيف وخليتها بيضه على هذا الشكل كما كتشوفوا. وهنايا احتاجيت 400 غرام ديال السكر سنيده. صافي دابا طحنت هذيك 250 غرام اللوز الاخضر حتى رجعت بحال العقده ديال كعب غزال، و250 غرام اللي دوزت في الفران غير هرمشتها ما طحنتهاش مزيان. وكنحتاج نص كاس ديال ماء زهر، والزبدة غليتها مزيان حتى رجعت بيغ نوازيط، وشوية القرفة وشوية المسكة الحرة. كنجيب واحد الإناء وكندير فيه هذيك العقدة ديال اللوز، وكنزيد عليها اللوز الآخر اللي مهرمش ومحمر، وكنزيد شوية المسكة الحرة وشوية القرفة، وكنزيد عليهم هذاك نص كاس ديال الزبدة كما قلت لكم. ترجع بوغ نوازيط غليت الزبده مزيان حتى ما بقاش فيها الماء، وكنعجنهم مزيان حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم مزيان على هذه الطريقه هذه. وكنبقى نعلكهم مزيان حتى كتطلق اللوز ديك الزيت ديالو، وكنبقى نزيد ما زهر غير بشويه بشويه على حسب اللوز. نقدر ندخل داك النص كاس كله، نقدر ندخل فيه غير النص، فيه اي ربع كاس. صافي هنا يعني خلطتها مزيان حتى تخلطوا العناصر كلهم. غادي نجمع دابا مزيان ونبقى نشكل الاصابع ديالي ان شاء الله. صافي هنايا غادي نبقى نشكل اصابع من اللوز من هاد العقده هادي. وكنحتاج شرائط من الورقه، وكنحتاج الخليط ديال الدقيق مع الماء كما كتلاحظوا هنايا. كنشكلهم اصابع صغار، تقدروا تكبروهم نتوما على القياس اللي بغيتو. انا كنفضلهم يكونوا صغار شويه باش ما كيجيوش غلاط بزاف. صافي نستمر على هذه الطريقه حتى كنحرب لهاد الاصابع كلهم. عاد كنبقى نشكل السيجار ديالي او المحنشات. صافي هنايا غادي نبقى نشكلهم ان شاء الله. غادي نقطع شويه في الورقه باش ما كتجينيش عامره بالورقه بزاف. كنقطع في داك الراس ديال الورقه، كنبقى نستف وحده حدا وحده، اي شريط حدا شريط. تقدروا الا كانت عندكم مساحه كبيره كديروهم كلهم وتبقاو تلويو. الطريقه هذه راه سهله ومبسطه كما قلت لكم، تقدر ديرها اي مبتدئه. وانا الصراحه كنفضل هادو كيسربيو، وطريقه بسيطه ديالهم، وحتى الكليانات ديالي كيعجبوهم هاد السيجار هذا، كيديو عندي بزاف بصحتهم وراحتهم كما كتلاحظوا. كنبقى نلويها، نتوما تشوفوا الطريقه كيفاش كندير لها. الصراحه سهله وبسيطه وسريعه بزاف، تقدري تشكليهم غير في نص ساعه تقدري توجدي هاد الاصابع هادو.
كما كتلاحظوا كنحاول نقادهم مزيان في الجناب باش ما كتخرجليش العقده في على الورقه. صافي على الطريقه هذه، وكنحاول نلصق واحد شويه، كندير غير واحد شويه د العجينه، ما نديرش بزاف باش ما تلصقش ليا في الطاوه، على الطريقه هذه. وكنبقى نستف وحده حده وحده، وكنكون فرشه الطاوه بالورق ديال الطهي على الطريقه كما كتلاحظوا. صافي ونستمر على الطريقه حتى كنسالي المحنشات او السيجار ديالي او الاصابع، تقدروا تسميهم اي سميه بغيتو. وكتحاولي ما تزيريهمش بزاف، كتخلي لهم واحد شويه د الفجوه باش ملي كيطيب اللوز ما كاش تطبقلكش في الفران. صافي هاني ساليتهم، دابا كنستفهم كلهم في الطاوه ديال الفران كما قلت لكم، وكندير ورق الطهي في اللاطة. صافي وندخلهم للفران، كنشعلهم من التحت حتى كيطيبوا من التحت، ونعاود نشعل لهم الفران من الفوق حتى كيتذهبوا شويه، ونتلاقى معكم ان شاء الله بعد ما يطيبوا. صافي ها هما طابو المحنشات ديالي، هانتوما كتشوفوا كي كيجيو محمرين ومقرمشين. ودابا غادي نجيب هنايا عندي الناباج مع العسل اللي سخنتهم مزيان، وكندير فيهم السيجار وهو سخون او المحنشات، كيكون الناباج والعسل سخان شويه، وحتى السيجار او المحنشات كيكونوا سخان حتى هما، وكنديرهم في هذا الخليط هذا حتى كيدهنوا غير شويه، ما نخليهمش بزاف، ما نخليهمش حتى كيشربوا بزاف. صافي غير كندوزهم في هذا الناباج والعسل، وكنهزهم منه وكنديرهم في واحد الشبكه يقطروا. صافي ونستمر على هذه الطريقه حتى كنساليهم كلهم. صافي دابا انا ساليتهم وخليتهم حتى قطروا واحد شويه، وكندير لهم اللوز كونكاسي في الجناب. الا كانوا ما شادينش الدهن بزاف، كديري واحد شويه كتاخدي واحد شويه ديال داك الخليط، وكتبقاي تدهني في الجناب ديال المحنشات، وكديريهم كتبقاي تخشيهم في هذا اللوز كونكاسي. صافي على هذه الطريقه هذه حتى كنساليهم كلهم. كما كتلاحظوا راه كيجيو مقرمشين وزوينين الصراحه، وكيجيو لذاذ بزاف. تقدروا ديروهم في اي مناسبه، ديروهم في الاعياد، في المناسبات ديال العراسات، السباوع، ديروهم حتى في رمضان. صافي ونستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي الاصابع ديالي او المحنشات ديالي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه الطريقه، هذه راه سهله وبسيطه. وهانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كي كيجي، كيجي رائع، كتجي صراحه مقرمشه ولذيذه بزاف. وغادي نجيب واحد التبصيل فاش نديرهم، تقدروا ديروهم في اي بلاصه بغيتو، مثلا تبصيل داير، انا اختاريت هذا التبصيل هذا، كتجي فيه الحطه ديال الحلويات زوينه، وكنديرهم في الكويغطات على الطريقه هذه. تقدروا نتوما ديروا اي تبصيل بغيتو، ديروهم مثلا في توصيل داير او لا بلاطو ديال المناسبات.
صافي نستمر على هذه الطريقه حتى كنديرهم في الكبيطات كلهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال السيجار ديالي او الاصابع او المحنشات كما قلت لكم، تقدروا تسميوهم اي سميه بغيتو. هانتوما كتشوفوا كما كتلاحظوا كيجي راقي وزوين، تقدروا ديروه في اي مناسبه كما قلت لكم في اول فيديو. وغادي نقسم معكم وحده تشوفوا كي كتجي، كتجي العقده معلكه والورقه مقرمشه وكتجي راقيه ولذيذه بزاف. وكنصحكم انكم تجربوها بالصحه والراحه. في امان الله.